طيب السؤال الثاني، في أحد المشعوذين يعني يعمل أعمال يستهوي بها ضعاف الإيمان وضعاف النفوس، لكن جداني أنا ما يعمل الأشياء هذه، يقول هذا ابن حرام. طيب ما أدري هل هذا ما يعملها، لأنه شكرا يا أبو عمر، شكرا. إذا تحققت من هذا المشعوذ وأنه مشعوذ حقيقة وأنه يلعب على الناس ويغير عقائدهم، فلا يسعك السكوت، لا بد أن تبلغ عنه، تبلغ عنه رجال الحسبة، مراكز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن يحضروه ويأخذوا على يده، أو أن يرفعوا به إلى ولاة الأمور لتطبيق الحكم الشرعي في حقه. ولا يجوز تركه يعيث في الأرض فسادا ويفسد الناس، يفسد عقائد المسلمين. نعم.